بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. وقفات مع آيات الصيام. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى هذه اللقاءات في وقفات مع آيات الصيام، والتي تجمعنا بفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فحي الله فضيلته وأهلا به. حياكم الله وبارك فيكم. إخوتنا المستمعين الكرام، لا يزال الحديث حول سورة القدر، وقد تحدث فضيلة الشيخ عن قول الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر في ختام الحلقة الماضية، ولعلنا في هذه الحلقة أن نتحدث حول أحرى ليالي العشر الأواخر فضيلة الشيخ لمن أراد أن يتحرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. كما ذكرنا سابقا أنه لا يتيقن على سبيل الجزم أن ليلة القدر معينة في ليلة خاصة من ليالي الشهر، بل إنها محتملة في كل الليالي، ولذلك يطلب من المسلم الاجتهاد في جميع رمضان من أجل أن يصادف هذه الليلة بإذن الله. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها في العشر الأوسط من رمضان في أول الأمر، وكان يعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، ثم تبين له صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، فنقل اعتكافه إلى العشر الأواخر، وبقي يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل، فهي في العشر الأواخر آكد. وقد اختلف العلماء في تحريها، فمنهم من غلب على ظنه أنها ليلة 23، ومنهم من ترجح لديه أنها ليلة 27، وهذا رأي الإمام أحمد رحمه الله ورأي كثير من العلماء أنها ليلة 27. وعلى كل حال لم يجزم بأنها في ليلة معينة، فيحتمل أنها في جميع الشهر، ولكن هي في العشر الأواخر آكد. وفي الأوتار من الليالي مثل ليلة 23، ليلة 25، ليلة 27، ليلة 29، في هذه الأوتار هي آكد من غيرها، وأرجحها والله أعلم أنها ليلة 27. نعم. وهل هي ثابتة في ليلة واحدة أم أنها تتنقل كمان؟ الله أعلم، هذا لا دليل. من العلماء من قال أنها تتنقل، ولكن هذا لا دليل عليه، والذي يجزم به أنها في رمضان. نعم. وأن كل ليلة يحتمل أنها ليلة القدر، أما الجزم فلا يجزم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السر في إخفاء هذه الليلة العظيمة يا شيخ؟ السر سر عظيم وحكمة بالغة، من أجل أن يجتهد العبد في جميع الليالي، من أجل أن يعظم أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وأما لو اجتهد في ليلة واحدة ترك بقية الشهر فاته خير كثير، أما إذا اجتهد في جميع الشهر حصل له مزيتان. المزية الأولى أنه اجتهد في كل الليالي فحصل له ثوابها، وحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمزية الثانية أنه سيصادف ليلة القدر في إحدى ليالي رمضان قطعا، فإذا اجتهد في جميع ليالي رمضان فقد صادف ليلة القدر قطعا، لأنها مرت عليه في إحدى الليالي،
فلذلك يكسب الأجرين، أجر قيام رمضان وأجر قيام ليلة القدر. هذا هو الحكمة العظيمة في إخفائها، كما أخفيت الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، لم يبين في أي من اليوم، من أجل أن يجتهد المسلم في الدعاء في جميع يوم الجمعة، من أجل أن يكثر دعاؤه لله وعبادته لله فيعظم أجره بذلك. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لو عدت قليلا إلى ساعة الجمعة يا شيخ وهو قائم يصلي، هل المقصود به الدعاء أم الصلاة اللي هي إقامتها بصفتها المعروف؟ المقصود والله أعلم أن المراد بالصلاة الدعاء، هو قائم يصلي أي يدعو، لأن الدعاء يسمى صلاة. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لو تحدثتم وفقكم الله عن فضل هذه العشر من ليالي رمضان. نعم، هذه العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها من ليالي رمضان. كان صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان يصلي وينام، فإذا دخلت العشر الأواخر شمر وشد المئزر عليه الصلاة والسلام وأحيا ليله وأيقظ أهله، فكان يجتهد في العشر الأواخر بالتهجد والصلاة ما لم يكن يفعله في العشرين الأول. والسر في ذلك أنها أرجى ما تكون لليلة القدر، فكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر الأواخر في الصلاة والتهجد والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والسهر في هذه الليالي. وكذلك المسلمون أحيوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصاروا يخصون العشر الأواخر بزيادة تهجد وزيادة صلاة عما كانوا يعملونه في أول الشهر، فكانوا في أول الشهر يقتصرون على صلاة التراويح، ثم إذا جاءت العشر أضافوا إلى صلاة التراويح صلاة التهجد، من أجل أن يحصلوا على الفضيلتين، فضيلة صلاة التراويح وفضيلة صلاة التهجد والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم وأجزل لكم المثوبة فضيلة الشيخ. أيهما أفضل شيخ صالح، العشر الأواخر من رمضان أو الليالي العشر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟ أيضا عشر ذي الحجة عشر معظمة، قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر، قالوا هذه عشر ذي الحجة. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فعشر ذي الحجة فيها فضل عظيم، والله جل وعلا شرع التكبير في هذه العشر كلها، ولتكبر كما قال سبحانه وتعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، وهي العشر من ذي الحجة. نعم. وأما العشر المعدودة الليالي المعدودات فإنها أيام التشريق، المعدودات أيام التشريق والمعلومات عشر ذي الحجة. ولذلك يستحب صيام هذه العشر لدخول الصيام في قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، والصيام من أفضل الأعمال، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومها أيضا. وقد أجاب العلماء عن التفضيل بينها وبين العشر من رمضان، العشر الأواخر من رمضان، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، وأيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة لعشر ذي الحجة يا شيخ، صيامها طبعا في التسع الأول منها،
نعم. نعم لا شك أنه التسع الأول لأن يوم العيد يحرم نعم. صيامه هو اليوم العاشر، وأيضا الحاج في عرفة لا يستحب له صيام يوم عرفة. نعم نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم. نصيحة تختمون بها هذه الحلقة فضيلة الشيخ لمن يضيع أوقات هذه الليالي المباركة، ربما في الاستعداد للعيد بقضائه في الأسواق أو في الذهاب والجيء لأمور دنيوية، فتضيع عليه أوقات ثمينة وعظيمة ربما لا يعود لها مرة أخرى لوفاته. نعم، ينبغي للمسلم أن لا تضيع عليه هذه الأيام، لأنها هي أعظم أيام حياته، ولأنها من عمره وفرصة ساقها الله إليه، فلا يضيعها بطلب الدنيا أو يضيعها باللهو واللعب أو يضيعها بالكسل والنوم أو غير ذلك، لأنها إذا فاتت صارت خسارة عليه وصارت حسرة عليه يوم القيامة. فينبغي للمسلم أنه يحفظ هذه الأيام والليالي العشر من رمضان طاعة الله سبحانه وتعالى، ويجتهد ويقوم من الليل ويصلي مع الإمام حتى ينصرف، قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ونخص بالذكر بعض المتعالمين أو المنتسبين إلى العلم الذين يمضي شهرهم وهم في جدال حول التراويح، منهم من يقول إنها بدعة، ومنهم من يقول إن الزيادة على 11 ركعة إنه بدعة، ومنهم من يقول إنه لا يزاد في العشر شيء وإنما كل الشهر سوى، ومنهم من يقول أقوالا ضيعوا فيها أنفسهم وضيعوا الناس فيها. وقد يكون الواحد منهم إماما في مسجد فيضيع على جماعة المسجد هذه الفرصة ويحرمهم من القيام في هذه العشر، فنوصيهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يتركوا هذا الجدل وأن يجتهدوا في هذا الشهر عموما وفي العشر الأواخر خصوصا، وأن يصلوا كما كان المسلمون يصلون ويحافظون على قيام الليل في هذا الشهر العظيم. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بما قلتم وبارك في عمركم وعلمكم، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، نتقدم في نهايتها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان يحفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته. وإلى أن نلقاكم مستمعين الكرام في لقاء مقبل، هذه تحية من زميل عبد الله عريف الذي سجل لكم هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.